في حال المنتخبات يا كابتن شريف في مساحه للاستعانه بلعيب واعد، ولا الاصح ان انا استعين بلعيب جاهز، ولا اكون ببني؟ هتبني في بطوله، مش بطوله بس، انت رايح على الاهم، عندك افريقيا وعندك المباراه الفاصله للمباراه الفاصله لكاس عالم وعندك كاس عالم والفيجن والرؤيه بتاعه الراجل ده انا بحترمها جدا يعني. ولو انا جيت مكانه عايز العب واكسب بالمنتخب بدون محمد صلاح. دي عمليه صعبه جدا انك انت لا قدر الله لو صلاح جرى له حاجه لازم ابقى طبعًا. جاهز طبعًا. بزيزو وجاهز بمصطفى محمد مصطفى فتحي في نادي تلعب في الحته دي في المكان ناحيه اليمين ده لازم عندي واحد واثنين وثلاثه صحيح. اللي هم وداسوا بقى مش هاجي اقول لهم ايه تعالوا تعالوا العبوا النهارده وهم يمشوا في الخيال بتاعهم ان محمد صلاح حاجز حاجز وكل حاجه من احسن لعيبه العالم يعني. ف تريزيجيه جاي مرموش هيكون جاي الاصابات بقى هي اللي بتحدد لك الرايح جاي الراجل ده لسه بنتكلم في حمدي فتحي فعلا برضه شفت حمدي فتحي وشفت السوليه عامل ازاي؟ لم ارى السوليه في حياتي بهذا الجمال وهذا الاداء وهذه المسؤوليه رجل المباراه لا هذه المسؤوليه الاشاره دي هو عارف قيمتها كويس قوي طبعا فبيلعب على الاساس ده متحمل كل المباراه متحمل كل حاجه في ففي روح كمان بتخليك زياده الراجل ده بيبس الروح في ناس انت ما تعرفهاش صحيح. احمد رفعت طبعا كان مفاجاه حلوه لكل. ليه احنا سايبين احمد رفعت والجمال بتاع احمد رفعت والاداء بتاع احمد رفعت والنتيجه بتاعت احمد رفعت وماسكين في ناس تانية ليه احنا عايزين نعمل ترندات على ان الراجل ده بيخرج عن عن المعتاد او المألوف زي ما انت اتفضلتي قلتي يعني طب ما تسيب الناس يشتغل يعني انا كشريف هتلاقيني قاعد بحط تيم انا اللي بحط اقول لا النهارده يلعب محمد شريف ومصطفى محمد ومحمد صلاح تحتيهم قفشه صحيح وحمدي فتحي والسوليه كويس والاربعه اللي ورا بحارس المرمى اللي هم كانوا في طوكيو هتلاقيهم هم شناوي اكرم احمد حجازي الونش الباك ليفت بتاع الزمالك اللي لعب امبارح انا كبرت ابدا كلنا بنسقط يعني الاعداد يقول لي الباك ليفت بتاع امبارح يعني انا يعني دول اللي كانوا بيلعبوا في طوكيو مع شوقي غريب ودول اللي كانوا القوام الرئيسي دول ما اتغيروش بقالهم سنه ما اتغيروش